السلام عليكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله بن نبي الله نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى تقى لله منها فليأتي التقوى. عن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلون جنة ربكم. باب اليقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. توكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإذا عزمت فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، وظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكر أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبرهم، فخرج عليهم فأخبروهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن جابر رضي الله عنه أنه من غزا مع رسول الله قبل نجد، فلما قفل رسول الله قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير أخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع. عن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن أبي عمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن أبي بكر رضي الله عنه ونظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما؟ عن أم المؤمنين أم سلمة مخزوم رضي الله عنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم أني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحي عنه الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه كان إخوان على عهد النبي، وكان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي لعلك ترزق. رواه الترمذي بإسناد صحيح. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدا منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير فيه والسداد والاستقامة والإصابة. وتغمدني ويلبسني ويسترني، يلبسني ويسترني. باب التفكر في عظيم مخلوقات الله. قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. باب المبادرة إلى الخيرات. قال تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رضي الله عنه أبو هريرة قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دونه بعرض من الدنيا. وعن أبي سروع بكسر السين قال صليت وراء النبي بمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسمته. عن جابر رضي الله عنه يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحكوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الخامس عن أنس رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحمد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه. ففلق به همام المشركين. عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهرا والدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن ادعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله
على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. باب المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البكرة، فقلت: يركع عند الماء ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعود، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال تعالى: أولم نعمركم ما يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعذر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ 60 سنة. عن ابن عباس رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا.
قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أفواجا. قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وعن أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شركك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الصانع بالصدق. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى صدقة. قل: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وانهى عن المنكر صدقة، إنه باب الصدقات يا إخواني. الاقتصاد في الطاعة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الظهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا،
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نام، فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ألا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ولا تكونوا كالتي نفضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبت له كأنما قرأه من الليل. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غير صلى في النهار 12 ركعة.